وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، حياكم الله. البرنامج الحلقة السادسة في الجولة الثانية. الجولة الأولى شفتوا منها عدد من الحلقات 5، الحلقة السادسة طبعا راح نكمل 16 حلقة، ثم أيضا حلقات العيد إن شاء الله. عيد إن شاء الله الأضحى المبارك راح يكون في أيضا جائزة كبرى، وراح يكون في سيارات. من اللي يفوز؟ طبعا العائلات اللي راح تقابل معنا. البرنامج شايفينه وفي الدورة الآن أو في الجولة الثانية. رحبوا معاي في متسابقيني اللي هم متسابقين اللوحة، حياكم. اسم الأخ الكريم؟ بدر السعيد. بدر سعيد، اهلا وسهلا اخ بدر. اسم الاخ؟ عبد المنعم الحسن. عبد المنعم، اهلا وسهلا المنعم. اسم الاخ؟ سعود العويهان. سعود العويهان. عويران. الاخ وين في تعمل؟ وزاره الدفاع. وزاره الدفاع. الاخ؟ طالب جامعه الكويت. طالب جامعه الكويت، اهلا وسهلا الاخ. محاسب وزاره الاعلام. محاسب في وزاره الاعلام. طبعا تسابق معنا اللوحه، وانتم عارفين شنو التسابق. نبدا في اول متسابق وارنا. منو؟ الفنان القطري عبد العزيز الجاسم. برافو، صح صح. الفنان القطري عبد العزيز جاسم، الفنان القطري، حصلت على أول درجة. تسابق الثاني والمتسابق في النص لك، راونا. راحت عليك فنانة ممثلة المصرية سعاد يونس. سعاد يونس الآن يلا لك. تعني الإشارة هذه إشارة المرور. ممنوع الانتظار. ممنوع الانتظار. لا صح، ممنوع الوقوف أو ممنوع الانتظار. صح صح. ما تعرفها عشان طبعا تخالف السيارة على طول، ها؟ عارفها. طيب لك انت الان سابق رقم واحد، راونا. والله مخرج مصري بس. اي مخرج بس اسمه حسن. صلاح ابو سيف. صلاح ابو سيف، راحت عليك الآن. أنت اللي في النص، راونا. داود حسين. فنان داود حسين، صح. طيب الآن يلا وارنا. أنا ممثلة جودي فوستر. طيب آخر فرصة لكم في الأول، أول متسابق وارنا. فنان أحمد زكي. فنان أحمد زكي، صح. تقدم الآن أول متسابق، الثاني اللي في النص وارنا. جمهور رجال. الأميرة كارولين هناك، عرفوها هناك الجمهور. طيب لك أنت الآن وارنا. منصور المنصور. فنان منصور المنصور، صح. أنت اللي في النص، مشكور. فرصة طيبة إن شاء الله، فرصة طيبة. تسابق أنت الآن بينكم الاثنين، اللي يجيب يقول الاسم أسرع وهو اللي يفوز. صور صور مزهبين. يلا وارنا. كمال الشناوي. كمال الشناوي، صح.
علي الشناوي وهو اللي فاز. مبروك مبروك، حظ أوفر. مبروك كمال الشناوي، تفضل. جائزة حصلت عليها، على الجائزة هي خلاطة ديلوكس بقيمة 200 دينار. مبروك مبروك مبروك. حيوا المتسابقين الإخوان، أيضا السابق الثقافي، حياكم الله. حيوم حيوم حيوم. شكرا للجمهور اللي معانا. اسم الأخ الكريم؟ حاتم يحيى. حاتم يحيى، الأخ حاتم وين في تعمل؟ بلدية الكويت. في بلدية الكويت، أهلا وسهلا. الأخت هند العنزي. هند العنزي، العمل أخت هند؟ وزارة الصحة. وزارة الصحة، أهلا وسهلا أخت هند. الأخ الكريم؟ سعد المطيري. سعد المطيري، العمل أخ سعد؟ مركز الاتصالات والملاحة الجوية. مركز الاتصالات، أهلا وسهلا. في الإخوان المتسابقين في الفقرة الثقافية، أول سؤال كلامي أنا اللي بقول هذا، بس عليك تقول صح ولا غلط. يقولون الأنثى أو الإناث عموما الحريم يرثن المرض عمل ألوان ويحملونه لأبنائهم دون أن يؤثر عليهم، صح ولا خطأ؟ غلط. كلامي أنا غلط. غلط. كلامي أنا صح. عمل ألوان مرض وراثي تحمل الأمهات ثم تورث للأولاد الذكور فقط دون الإناث. أختي السؤال لك، صح أم خطأ؟ لدودة الأرض عين واحدة تقع في مقدمة الرأس. دودة الأرض لها عين واحدة تقع في مقدمة الرأس. إجابة غلط. إجابتي أنا غلط. وشنو الإجابة الصح؟ أنت صح. لا استحي صح، عطى صح صح صح. ليش غلط؟ امتحنك ايه؟ لان هي رجال. ها ايه صح، لان هي عندها عين واحده. لا ما لها عيون ابدا. انت اعطيتني صح. ليس لديها دودة الارض ليس لديها عيون، وانما تعتمد على خلايا الاحساس بالضوء فقط وبأقل لمسه. وانت جبت الجواب الصح. صح ام خطا؟ الوضحه، الشعله الصفراء، الصفراء القاب أطلقوها العرب على الخيول. كلامي أنا صح أم خطأ؟ صح. كلامي أنا صح. سمعتم غلطوه، كلامي خطأ. كلامي أنا خطأ. أطلقوا هذه القاب على الجمال والنود، فوضحة هي الناقة اللي تعطي الحليب الزين السكري، أما الشعلة والصفرة فهي للسباق. وراحت عليكم. والآن الأخت اللي في النص هي اللي تقدمت. سؤال لك أنت يا كابتن، وين في تعمل؟ البلدية. في البلدية. لما اندلعت الثورة الفرنسية هاجم المتظاهرين سجن الباستيل اللي كان رمز للظلم والطغيان ذاك الوقت، وحرروا جميع المساجين. كم كان عددهم ذاك الوقت؟ هل 7 أم 70 أم 700؟ 700. لا بدون صفرين، 7 فقط. ذلك في 14/7/1789. أختي السؤال لك، النيجر ونيجيريا جمهوريتين أفريقيتين جارتين جنب بعض، فأيهم فيهم تبلغ نسبة المسلمين سكانها أكثر بحدود 98%؟ هل هي النيجر أم نيجيريا؟ النيجر. النيجر والإجابة صح 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 صح. طبعا رجاء الجمهور لما تكلمين ما في داعي تجيب الميكروفون، صوتك واضح انت يعني ما في داعي، وانت واقفة مكانك الميكروفون حساس. بجربوا انتوا، ليش رايحين بعيد عن الميكروفونات؟ اجرب اجرب. طيب الآن هي متقدمة عليكم. كم سنة بقيت الدولة الأموية في الشام؟ 80 سنة،
أم 85 سنة أم 91 سنة؟ 85. 85 لا 91. وأعتقد أقول لكم شكرا. فازت الأخت على الإخوان، حظ أوفر، مبروك. على مبرد ماء بقيمة 95 دينار، وحصلت أيضا على اشتراك المجلة أيضا بقيمة 132 دينار. مبروك مبروك مبروك. الآن رحبوا معي في التسابق العائلي، حياكم الله، حيام حيام. قلبون توصلون، توصلون للسيارة. عندنا سيارة بعد زينة، سيارات جائزة كبرى، وانتم أيضا الشيء شايف أنا هناك في تحدي بين ثلاث خوات. اسم العائلة، اسم الأخ الكريم في العائلة؟ فهد العتيبي. فؤاد؟ فهد. فهد, فهد العتيبي. الأخ فهد العتيبي. وفي العمل أخ فهد؟ داخلية. في الداخلية. الأخت؟ زهرة علي. زهرة علي، وين في العمل؟ ربة بيت. نعم؟ ربة بيت. ربة بيت، أهلا وسهلا. تحج بصوت عالي، سمعتوا؟ قول الميكروفون حساس. الميكروفون حساس، تحج بصوت عالي مثلي أنا تحج كذي. أي خايفين، خايفين. ها؟ ارتباك. شوي شوي، ارتباك. اسم الأخ الكريم؟ فايز العتيبي. نعم؟ فايز العتيبي. فايز العتيبي، فايز. العمل وين فيه؟ ها؟ محامي. محامي، هلا وسهلا. جربوا على الميكروفون شوي قدام كورين. سميكم عائلة العتيبي ها؟ ايه عائلة العتيبي. حيوا معاي عائلة العتيبي. خوات ما شاء الله، اهلا وسهلا. اسم الاخت الكريم؟ ميسون الهاجري. ميسون الهاجري. طالبة العمل اختي؟ طالبة في جامعة الكويت. طالبة في جامعة الكويت اخت ميسون الهاجري. اسم الاخت؟ ميساء الهاجري. ميساء الهاجري. الهاجري طالبة؟ طالبة في جامعة الكويت. في جامعة الكويت، جايين الجامعة هالمرة. ها، اسم الأخت الكريم؟ رولا الهاجري. رولا الهاجري. الهاجري بالمالية. في المالية. طيب، عائلة الهاجري، حيوا عائلة الهاجري. عائلة الهاجري وعائلة العتيبي وعائلة الحربان، حيوهم حيوهم. طبعا العائله اللي معاي الفنيه هم الفنان الكبير الاخ داوود حسين. الاخت سبق جت معنا في حلقه، انما تشاركنا ايضا الاخت طبعا مقدمه برنامج 300 والمذيعه المحبوبه صاعده حصه المله. وايضا لاعب نادي السالمية، هداف الدوري علي مروي. هارد لك الدوري يا علي، هارد لك الدوري، ما عليه. الأخضر شياطين. ما عليه. خيرها بغيرها طبعا، والبطولة ورجاء. وطبعا احنا السؤال هني لعائلة الهاجري وعائلة العتيبي. من يبدأ؟ كيف؟ وهم يبدون؟ أنت تبدؤون؟ تبدؤون. أي رقم تبون؟ 12. ساعة تبدأ رقم 12 و4 و8، وساعة 12 وسؤال رقم 1. سؤال رقم 1. أكو مرض، الله يبعد عنكم إن شاء الله المرض على الجميع. والمرض اسمه مرض الألمنيوم. احنا خابرين الألمنيوم هذا شبابيك ألمنيوم، بيبان ألمنيوم، لكن أكو مرض اسمه مرض الألمنيوم. شنو هذا المرض يا أخ داود؟ مرض الألمنيوم مرض يسبب تفاعل الأطعمة الحمضية كالفواكه والخل والليمون مع الأواني المصنوعة من الألمنيوم، ويقال أن هذا المرض يسبب الشيخوخة المبكرة. إزي أخت حصة؟ لا، هذا المرض ما كل يشتغلون في مصانع الألمنيوم. إيه؟ هذا دائما اللي يشتغلون في هذه المصانع يصابون بهذا المرض، وطبعا بسبب استنشاقهم لأبخرة
غبار الألمنيوم. طبعاً أعراضه اللي هي تأثيرات على الجيوب الأنفية وصداع نصفي. أخ علي. مرض الألمنيوم مرض جلدي يصيب في العادة ربات البيوت والخدم بسبب تنظيف الأواني المصنوعة من الألمنيوم، وبسواء التنظيف سيئة الصنع. ومن الجدير بالذكر أن خادمتنا سليمة هي مصابة بهذا المرض. وين الألمنيوم؟ جماعي الآن وين؟ داود أم الأخت حصة أم الأخ علي؟ الأخت حصة. والله عاد تسأليني أنا، جاوبي. تشاورتوا؟ اتفقتوا؟ داود حسين. استغريتوا؟ قلتي حصة، قلتي داود حسين؟ صح 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 صح. على فكرة أنا بلاحظ المتسابقين ما يتشاورون، تشاوروا بصوت عالي وخذوا فرصة وشاوروا المرتبكين. الظاهر إنما التغيير. ها أي رقم؟ تسعة. سكروا عليهم من البداية، رقم تسعة. لا مثلث جديد، تسعة واحد تسعة، والسؤال رقم 2. بعض الغدد الموجودة في جسم الإنسان تسمى الغدة الصماء أو الغدد الصم، فما المقصود بهاي التسمية أخ داود؟ من المعروف أن هناك 12 زوج من الأعصاب الرئيسية تخرج من الدماغ إلى جميع أنحاء الجسم. عصب واحد منهم يدش عرض يدرعم كذي. إيه. ها؟ يدرعم مع العصب السمعي ويكمل طريقة بعد ذلك إلى عدة غدد، لذلك تسمى الغدد الصماء. أخت حصة. لا، هي هذه الغدد الصماء ما لها علاقة لا بالسمع ولا بالصمم. هي هذه الغدد تفرز هرمونات رجراجة. شنو ما أدري مكتوبة كذي. هذه الهرمونات الرجراجة تشبه السائل الصمغ الموجود في الإذن، عشان كذي سميت بالغدد الصماء. صماء رجراجة. رجراجة نعم. على وزن مهراجة. إيه. معروف هذا ما تعرفين. رجراجة. أخ علي. الغدد الصماء سميت كذلك أنها تصب أفرازاتها في الدم مباشرة حيث يمر عبرها، إذ ليس لها قنوات لإيصال الهرمونات إلى الخارج حيث تريد. ها وين؟ وين الجواب؟ علي. ها؟ علي. علي. تشاوروا وسكتوا. ها هذا التشاور زين. صح 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 صح. إجابة عند الأخ علي. الآن طبعا تسابق فردي، الآن تسابق فردي. سؤال ليك سؤال ليك بالتناوب، ما في تشاور الآن. السؤال إيه رقم تبين؟ أربعة. طبعا أربعة عشان تكون مثلث. السؤال الرابع رقم 3. سؤال 3 يقول في كل بيت أكو مصنع ثلج، مو مصنع، مصنع ثلج، مصانع ثلج، مصانع قديمة، بس كل بيت فيه ثلاجة وفيها فريزر وفيها ثلج. احنا بنقول السؤال، سؤالنا متى تأسس أول مصنع ثلج في الكويت أخ داود؟ والله هو هما حدثين مهمين صاروا عام 1911، افتتاح المدرسة المباركية وافتتاح أول مصنع ثلج في البلاد. بس 1911 مدرسة المباركية ومصنع الثلج. بس أخت حصة. الله يسامحك، يعني إيش علاقة الثلج بالمدرسة المباركية؟ أنا أقول إن المدرسة المباركية ما لها علاقة، لكن مصنع الثلج هذا تم افتتاحه بعد افتتاح أول مستشفى في الكويت. ليش دخل مستشفى بالثلج مرة؟ أنا أقول لك أصبر. ترى ما كمل. زين خاش هلك. كان افتتاح المستشفى طبعا علشان، او افتتاح المصنع علشان طبعا المرضى في العمليات يحتاجون حق الدم، انه يكون الدم طبعا لازم يكون مثلج،
فعشان تحتفظ فيه أطول مدة ممكنة لازم يكون مثلج، وبعدين عشان يأخذونه حق المرضى يذوبونه. فتم افتتاح أول مصنع للثلج عام 1913. ثلج سووه عشان المستشفى عشان الإدوى 1913، وهني في المباركية 1911. أخ علي. والله أنا ما أتفق ويا الأخت حصة، ولكن بداية الخدمات الصحية في المركز الطبي التابع للرسالية الأمريكية كان عام 1910، وكان يومها تأسس أول مصنع للثلج في الكويت، يعني 1910. 1910 كانت بعد مع نادي السالمية. ها 11 13 10 وين لج الأخ داود حسين؟ 1900 قال 11. وين في الجواب الصح؟ لا. راحت عليكم سو... صح 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 1911 وتزامن مع المدرسة المباركية في 1911. سؤال لك أنت الآن، أي رقم تبي؟ ها واحد واحد واحد، اختار واحد، هم اخذين خمسة اخذين واحد. سؤال رقم خمسة، شوف يقول لك ساعة الأمر سيان، سئلة حاجيك الأمر سيان، كلمة استعملها في حديثنا، ما معنى سيان يا أخ داود؟ سيان هذا واحد يسمونه سيان، رجل من قبيلة بني عذرة العربية القديمة. إيه؟ هذا يقول لك لا مبالي بكشات، ما مش مصاير، إذا سمع خبر هز كتفيه ومد برطميه. إيه؟ وقال سيان. إيه؟ يعني كل ما أخذ المسألة أن الموضوع هذا ما يهمه، فصار اسمه مثل. إيه؟ وقاموا العرب يقولون الأمر سيان دليلا على اللا مبالاة. أخت حصة؟ لا، السيان هي النسمة الباردة اللي تكون في أمسيات الربيع، والأصل في التسمية هو أن هذه النسمة ما تأذي رغم أنها باردة. طيب أخ علي. والله سيان مثنى الكلمة سي وتعني مثل، عندما نجد شيئين أو أمرين متشابهين نقول هذا مثل هذا أو سي مثل سي، فهما شلون السلحة هذه؟ يعني هما سيان يعني معناتها أي أنهما متشابهين يعني. سيان قال دوري ما أخذوا السالمية قال سيان معلش أطالع ليش العربي ما أخذ الدوري. وين السيان؟ الأخت إن شاء الله. ها؟ الأخت أخت حصة. ما لا ما تشاورونه بروحه بروحه. إيه بروحه بلي أخت حصة ما تبي تغير؟ متأكد إن شاء الله تروح سيان؟ إن شاء الله تروح نسيان؟ إن شاء الله. راحت راحت الأمر سيان عند علي مروي، عند الأخ علي مروي. أخ علي مروي سؤال لك، وانت يا رغم تبين ثمانية ثمانية سكرين، والسؤال على اللوحة عند المخرج. راونا بالله يا مخرج هذا السؤال. عذاب اللي رماني حبيبي يجوز ليلي صار العيون الأحباب تستاهل عيون سهمها عطيبي ليس الهمات برمشي وارمشي جدا لا 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 لا. المطرب محمد المصباح من ألحان الأغنية رجاء. ما في ثلاثة أجوبة. ها قولي أي جواب، حاولي، ما عندك فرصة؟ لك فرصة. انتهى الوقت. ألحان محمد المصباح نفس كلمات الأمير خالد الفيصل، وراحت عليك تسكير المثلث. سؤال لك أنت يا أخت الآن، والسؤال
رقم 10. أي رقم تبين الآن؟ ثمانية. أخذتوا الآن رقم 5. أنت ماخذين 9 ماخذين أنت. نقي ثمانية. ها. ثمانية. تبي ثمانية عشان سكروا مثلث. إيه. سكروا مثلث عشان لا لو رقم 10. واللوحة رقم 8. فنان مسرحي كويتي معروف. بدأ حياته موظف في إدارة الجنسية والجوازات، لكن ما لبث أن أصبح ممثلا مشهور. أول عرض مسرحي شارك فيه بمسرحية سكانة مرته، ومن أعمال المسرحية أيضا انتخبوني وإبراهيم الثالث، وأيضا له تمثيليات منها رزنامة. من هو أخ داود؟ بعد ما يبي له يعني المرحوم صقر شود الله يرحمه، الذي لم يكتفي بالتمثيل لكن انطلق في عالم الإخراج والتأليف أيضا، فأبدع في كل المجالات الله يرحمه. مرحوم فنان صقر شود. طيب لا حصة. هذا المرحوم الفنان جوهر سالم اللي ضحى بحياته كلها من أجل الفن والمسرح. أنا ما أيد الأخوان، ولكن أقول أن المرحوم عبد العزيز المسعود كان يحلم أنه يعرض مسرحية مقامرة رأس المملوك على أحد مسارح لندن. وين تروحين يا أختي؟ علي؟ الأخ علي اللي يقول المرحوم عبد العزيز المسعود، ما بتغيرين؟ صح 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 صح. المرحوم الفنان عبد العزيز المسعود بالفعل كان يحلم أنه يعرض مسرحيته في لندن، لكن سكتة قلبية توفى، نوبة قلبية في لندن في 21/7/1977 الله يرحمه. طيب الآن سؤال، أنت الأخت سؤال. أي مربع تبين؟ الآن ما سكروا عليكم مثلث، ثمانية سكروا، افتحوا مثلث جديد الآن. ها رقم 2. أي سؤال؟ أي رقم؟ 2. نعم؟ 2. 2. 2. سؤال رقم 6. ظهرت إبان العصر العباسي مجموعة من الدويلات الإسلامية، كل منها تحمل اسم أتابك، واحدة في دمشق، ثانية في الموصل، وثالثة في حلب، ورابعة وخامسة، إلى أن وصلوا 9. السؤال، ما معنى كلمة أتابك يا أخ داود؟ أتابك كلمة تركية، تركية الأصل، تعني المملوك، وكلمة أتابكيات تقابل دولة المماليك في مصر. طيب أختحصة، أتابك هي فعلا كلمة تركية، لكن عبارة عن كلمتين. النص الأول أتى وتعني الأب، وبك وتعني النبيل أو الشيخ، والكلمتين استخدموا لوصف مربي الأمراء وصغار الحكام. طيب أخ علي، ما في شك أن كلمة أتابك كلمة تركية، وهي تعني المؤمن، لأن كان حكام هذه الدويلات يطلقون على أنفسهم أتابك أي المؤمن، ليظهر أمام الناس أنهم أكثر إيمان من غيرهم. ها وين تروحين؟ أتابك أخت حصة. أخت حصة، حصة وعدال، ما تبي تغيرين حصة. حصة صح 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 صح. عندنا أخت حصة. انتهوا الآن السؤال لك أنت، آخر سؤال الآن بالنسبة لي أسئلة العائلة. الآن أنتو البرتغالي 1-2-3، الأخضر 1-2. إن جبت السؤال هذا تعادلت وعطيتكم سؤال إضافي، إن ما جبت معناها أنك في سؤال راح يروحون هم اللي يفوزون. راونا بالله يا مخرج. محال محال عمر المحال الميسر، عمر المحال الميسر. محال 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 أعيش أنا حب خالي
طيب محال اسمها أغنية طبعا ما نبي اسم أغنية، نبي والمطرب عبد الكريم عبد القادر وكلمات عبد اللطيف البناي من ألحانه. رجاء الجمهور. راشد الخضر. راشد الخضر والجواب أنور عبد الله. فازت عائلة الهاجري، مبروك. حظ أوفر لكم إن شاء الله في حلقة قادمة تحصلون أنتوا على جائزة لهدي مكنسة للفست بقيمة 69 دينار، ومبروك وحظ أوفر. شكرا شكرا. حظ أوفر. العائلة الفائزة طبعا توصلون أنتوا لتسابق العائلي في مع عائلات فائزة في الحلقة القادمة، وحصلتوا على هدية جلسة ديوانية بقيمة 375 دينار. مبروك مبروك مبروك. شكرا للعائلة الفنية وشكرا لكم. نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. شكرا. طبعا الآن نرجع للتثمين. طبعا عندنا شغلة للتثمين فنبي نسحب. أنا بستأذنكم في الأول، هذه الحجية الكبيرة تشاركين معنا، شاركين معنا الثمين معنا إن شاء الله. زين سحبي لنا ورقتين والثالثة أنتي. بسم الله ريهم صغيرة. رقم كم؟ 925. منو؟ 925. حياك. ها بعد 971. 971. يا تفضلي حجية، تفضلي معنا، تفضلي. ها ناك، تفضلي. تعالي 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 شاركينا. يا حياك حياك. يلا لا لا تفضلي، تعالي معها بنتها، تعالي تعالي معها بنتها، تعالي. وين الثاني؟ هني حجية، هني عند الميكروفون. اوقفي معها، اوقفي معها. هني هني. نتعرف على اسم الاخ في الاول. يوسف السعيد. يوسف السعيد، وين في العمل اخ يوسف؟ طالب. طالب وين فيه؟ ثانوية ابن عميد رابع علمي. رابع علمي، يعني سهلا. اسم الاخ الكريم؟ سلمان ودعاني. سلمان ودعاني، اهلا وسهلا بالودعاني. شو اسمك احمد ودعاني؟ نعم اسلم. ودعاني غير، ها؟ طيب وين في تعمل؟ في شركة استثمارية. شركة استثمارية. اسم الحجية، اسمك؟ سبيكة حسن غريب. سبيكة حسن غريب ايضا شاركنا. طبعا احنا عندنا تلفزيون، كل واحد بيقول سعر. نبي تعرفين كم سعره؟ 55. 55. كم سعره؟ تعلمون بعد بعد. ها ها. 45. 45. كم سعره حجية؟ 120. اوه اوه حيل حيل رحتوا بعيد. طبعا في هني قالوا كم قلت انت؟ 55. 55. وانت؟ ها؟ 45. والحجه قالت 120. طبعا 120 مو سعره، وال 45 اقل سعره. ومشكورين. شكرا شكرا. واقرب سعر انت لك ثلاث صعدات. 55. 55. 55. اطلع شويه. 65. 65. زين انزل شوي. 62. مبروك. 62. كيلة اخذه اخذه. مبروك قيمته بالفعل 62 دينار.
البرنامج طبعا نبيل تفوز ها بالسياره، خل بالك شغله بالسياره والدوده بالسياقه. رحبوا معي الان بضيوفي خطوط الجويه الكويتيه، رحبوا فيهم. ضحكوني استانسين. اسم الاخ الكريم؟ وليد الماجد. وليد الماجد. الماجد اخ وليد، وين بتعمل اخ وليد؟ وزاره خارجيه. وزاره خارجيه. اسم الاخت؟ نبيله الحلواتي. نعم نبيله الحلواتي. نبيله الحلواتي. العمل اخت نبيله؟ وزاره الصحه. وزاره الصحه. تفضل تفضلي تيم تحت. طبعا انتم الان رايحين على الكويتيه، خطوط الجويه الكويتيه لها خطوط وخطها راح يكون المره هذه بعيد طويل. سافرت على الكويتيه من قبل؟ اي نعم. وين رحت؟ وين اخر مره وين رحت؟ قطر. قطر اخر مره. الاخت؟ امارات. امارات. احنا مراد نوديكم طبعا الجرس. اقدر الجرس اول؟ زين خوش. طبعا التعديل اللي صار اي في الجوله هذه، اللي يدوس الجرس قبل ويجاوب ياخذ درجتين، اذا ما عرف نقلناه الصوب الثاني ياخذ درجه. فبالتالي اول شيء دوس الجرس تفصل الخط وبعدين تجاوب، اذا ما جاوبت انقله للصوب الثاني. اي منكم تسابق، انت الاخضر وانت الاصفر. طيب بعد انقسام بنروح المحيط المانيا فرانكفورت. طب الكويتيه في فرانكفورت رحله حلوه حق الصيف ها، على حساب الكويتيه. بعد انقسام المانيا الى دولتين، في اي سنه تم اعلان مدينه بون عاصمه لالمانيا الغربيه؟ هل في عام 1945 ام في عام 1955 ام في عام 1949؟ اصفر ها. 45. 45. لا 49. 49 درجه واحده صح. درجه واحده الاخضر صح. اخضر درجه. ايوه درجه الاخضر. الاصفر شوف شلون طريقه. السؤال الثاني، في اي سنه تم العمل ببناء سور برلين الشهير؟ هل في عام 1945 ام 55 ام 1961؟ 55. 55 انت لا ها. 45. 45 لا. 61 في 13 اغسطس شهر 8 عام 1961. حقيقي احسن شيء والله الجمهور تمام، لا بادي يغشش لا احد، وهذا شيء زين. ممتازين حقيقي ممتازين، يعني هذا شيء مريحنا شويه اليوم. ماذا كان اسم البرلمان الالماني قبل الحرب العالميه الثانيه؟ لايبزيغ او رايستاخ او باستيل؟ طيب رايستاخ. رايستاخ. والجواب صح. صح تقدم الان عليك درجتين في الكويتيه. قبل الوحده الالمانيه كانت هناك دولتان، هما المانيا الشرقيه والمانيا الغربيه. طبعا دولتين ذول تاسسوا نفس الوقت. في اي سنه تاسسوا؟ 45 1900 47 ام 49؟ 45. 45 انت لست الازرار. لا جاوب. 45 47 49؟ 47. 47 لا. جمهور 49. شكلت كل من المانيا الغربيه والمانيا الشرقيه في سنه 49 من اروع الاماكن السياحيه في المانيا وفي برلين بالذات. وجه الخصوص هو المتحف المصري، وفي حوالي 1500 قطعه اثريه في التاريخ المصري العريق. وايضا يزين هذا المتحف قطعة فنية رائعة، هل هي تمثال كليوباترا أم
تمثال نفرتيتي أم تمثال إيزيس؟ نفرتيتي. أنت دس الجرس؟ أنت دس الجرس؟ من دس الجرس؟ خضر؟ نفرتيتي؟ صح 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 صح. خلاص شوف، إذا ما عندك فرصة اللي دوس قبل خلاص يفصل عندك، يفصل لم يطفي الحين، خلاص أنت دي تفصل. طيب بعد إعلان الوحدة بين شطري ألمانيا لما اتحدوا في دولة واحدة، ما هي عاصمة ألمانيا الآن؟ صبر. طيب عاصمة ألمانيا؟ إيه؟ بون. بون من غير جوابك. صح صح بون. وراح تنتقل العاصمة لتصبح برلين بعد عدة سنوات بعد موافقة البرلمان على النقل. راح تكلف مبالغ ضاهلة في نقل العاصمة. في أي الآن أنتوا أربعة الأخ ثلاثة، في أي مدينة؟ طبعاً إحنا سمعنا عن الموسيقار العالمي بيتهوفن، رجاءً الجمهور، في أي مدينة ولد وهناك مسقط رأسه؟ هل في بادن بادن أم في بون أم في بريمن؟ بريمن. بريمن لا، بادن بادن. بادن بادن لا، في بون. طيب ترتبط جمهورية ألمانيا بحدود برية مع دول كثيرة، فكم يبلغ عدد هذه الدول ترتبط معها بحدود مشتركة برية؟ هل إيه 9 دول 10 دول 11 دولة؟ ها 10 دول. 10 دول لا، ما سمعت. حدود، أعطي فرصة، حدود جمهورية ألمانيا مع كم دولة ترتبط فيها كدول محيطة مشتركة؟ 9 أم 10 أم 11؟ هي قالت 10. غلط. 9. 9 قالت 5. صح، أنت صح صح. يعتبر كل من أبرز الإعلام أدبياً في العالم أيضاً في ألمانيا من ناحية الثقافة في اسمين، شيلر وغوته. إش كانوا واشتهرون فيه، في كتابة قصة أم في الشعر أم كفنانين تشكيليين؟ تشكيليين. تشكيليين لا، شعر. شعر درجة واحدة. صح صح. مبروك. مبروك. حظ أوفر الأخت. مبروك. تروح فرانكفورت إن شاء الله، حظ أوفر معنا. ناك عندك. وأي واحد أحسن يقول لك. كيفك؟ وين تروح؟ وين تروح؟ وين؟ وين؟ ها؟ كيفك؟ والله هذا ما أدري. أقول 1 2 3 4. ها كيفك؟ ها ها والله والله أنا ما أدري. سيلو بدر الشاجي. ها الدوري خلاص صح. ها راح. أوه راح. وين راح؟ ها وين؟ هي صادها ألمانيا. هذا ألمانيا راح فرانكفورت. مبروك مبروك. تذكرنا تحت الشرع بعدين. مبروك مبروك ألمانيا. مبروك. طبعا عندنا احنا جوائز، وعندنا 5 جوائز. 5 جوائز للجمهور من حظه راح تكون له، بس رجاء اللي يطلع رقمه بسرعة يجيني. وين الجدر؟ خمس جوائز تحبينها. تحبين رقم؟ اسحب رقم. اسحبنا رقم. قول كم؟ كم؟ تعال غير، تعال رقم كم؟ 1006. منو؟ حياك ناك. ها كم؟ 900. 917. ها
حياك. كم؟ 965. 965. واحدة 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 بعد عطنا واحدة ها. يلا اقعد. كم واحد سحبنا احنا؟ ثلاثة. 973. 973 وينه؟ حياك. كم عنده؟ كم عنده واحدة؟ كم الرقم؟ كم؟ نبي واحدة، نبي واحدة منهم. 927. 927 حياك. طبعا عندنا احنا جوائز مقدمة. تعرف على اسم الاخ بالاول؟ نعم الميكروفون سمحت بس. محمد العلي. حمد العلي. الاخ الكريم؟ حسن الربيعي. حسن الربيعي. الربيعي لا سهلا. ابو خليفة. جلال خليفة. جلال خليفة لا سهلا. الاخ عادل الاشوك. عادل الاشوك لا سهلا. الاخت منال ودعاني. منال ودعاني اهلا وسهلا. لخمس جوائز للجمهور راح يستلمونها ان شاء الله قبل بعد نهايه البرنامج. مبروك للجوائز وشكرا. مبروك مبروك. الحلقه القادمه ان شاء الله نشوفكم بالتوفيق بالسلامة. مع السلامة.